سبب اختيار دراسة هذا المتن في بداية الطلب؟ دحر علم عن دوولوش حق متنتير حق جينتير دعول الرقوبة عن دوي اعتناء سلفنا الصالح وعلمائنا من أهل السنة والجماعة بهذا المتن المبارك لما فيه من النفع والفوائد العظيمة ويسلف أهل السنة والجماعة أيضا ناخ أوه تدميلات تدميلوش ظهر جين هنزة تارج أوه لورش دوئي تار بركتي إلا حق جينك بركتي دو إلا تار هرجين جوخ هند إلتش شورت بيد حق وشين جلاتا بعندوش التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلم الشرعي أتو خلت هرجين حلخر علم عم ندعولوش وستقى تنتير دعولوش فنحن نتأسى بهم ونخطو خطوهم في هذا المنهج تأق أز أيضا ناقوين رحيغا بيشغج حق جين تير ويدعدو الردوش ويترق لأدوخ تارق المسألة يتوي كما أن عوام الناس أيضا لا غنى لهم من دراسة هذا المتن وما يحتويه من الأسس التي لا بد أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يحتمله الريب ولا شك تأق أستن أتطلب العلم شان تويس أتمتعلم شان عامدج تش دويتي هرجين إلتش دات هور بوصل استقام تيع دوهر عامدر هند إلتش حق جين وشين تشلاتة هور بوصل استق قوتشوش إيمان ديل ديش مسألتش شي تاني تحا تايب شي كوا يوج إش تحاق دي دوي حق متن دو يتميز هذا المتن وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عامة به حق متن تشوح يوخا قد عدول شيخ محمد ابن عبد الوهاب بجين شكحق استن سعديكم نفش حق دو عيلم ناغ شهدو إلتش دوحر السهولة والوضوح دوحر أتخلري قيت بيخلري هورستغن شلغ ذكر المسائل مقرونة بالدليل مسألة شي دليل ثاني حغن خلر قولها يجمع المسائل ويرتبها ويذكر لها عددا ومن ثم يبدأ بالشرح مسيت مسألة دالدوي يوخ ديقش قول اش ديق ديوقي ثاني وقع قاستن ببيش غناء قاستن بوي وين قية تتأخلت يوخ اتمسألة شن شرح دو الله شيخ الاكثار دي اول بعنا الاكثار من دعاء لقارئ والمستمع لمؤلفاته شيخ يازن شورت دعا نشكر دوين تنجينش ديوشو شانتيرا لدوخ شانتيرا تاقا قول خاتر دوحر خاتر ويا توحيد هون عام دوال خاتر در شولغا حق جينتير دعون دول وعلم عام دول شانع الخاتر در قول خاتر التعريف بأصول الثلاثة أصول الثلاثة عقن هم عنده حنغليات سوهر إلتش الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ثلاثة دوتس حغدتش إذا كشتش عويك ذور دو قو خاتر دو هو خاتر دوش دو حر خاتر من ربك عديل ملو شول خاتر ما دينك حدين هو دين دو قو الخاتر من نبيك حبيمر حإلتش ملو اشتا دي الخاتر ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لأصول الثلاثة؟ هبو بيد هبو إي بيد ويهر أصول الثلاثة عامع وين غربول مش دي قوشر دوي إلتش أنك إذا تعلمت أصول الثلاثة بقل أهر أصول الثلاثة عامع ثم عملت بها تنس عمل إياح ثم دعوت إليها قيج ناغن أعز دعقاجع ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة تلتع حصوب ريئ خلاح أتعلم عام ديرتع عمل يرتع دعوة ترتع أجبت بإذن الله عن أسئلة القبر الله بوربانسا أتكشتوا حي خواتا دول قا خاترا جواب لردوح بخي الله خاتر فهرسة متن الأصول الثلاثة يقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام وهي بخي الله خاتر جينين شلات مغلياتو هور جين ديش وولو شيناح أت جين شلات ميك حجو يسحو هر جين بخي ديق ديق لشدو
دحر المسائل الأربعة سورة العصر دحر دي خاتر العصر أولشتو سورة قرانشور سوشور حقيقتو دي خاتر غلياتو دحر داق شولو داق المسائل الثلاث أقسام التوحيد قو خاتر يهو قو خاتر دو أجا توحيد ديق أشغلات دي سردو سوشيان شوح أهمية دراسة التوحيد قو الله نقداق سوشوح توحيد عام در كويرت خلر دو دو داقة الأصول الثلاثة أسئلة القبر قو بوخ بو إذا ويحاغ مدر كشجر خاتر شخدو بخي الغداقة الخاتمة شقية جيني شقية غيرو أتبقي ديق شوح ويسينا غليات دو يسردو ألشا دو حر دي خاتر إلى رقوي.